بنعمة المسيح نسجل تقدمة الإنجيل القداس في حدود كياك وفي حدود الصين الكبير. كل الناس القرية يعني بيصلوا باللغة البطية القديمة وممكن يتقابلوا به بعض الكلمات يعني. بس اللغة العربية اللي هي متداولة نجيب اللغة البطية القديمة. أنا ورفشان شباب خنضايا كتلسية، أنا خادم في هذه الكنيسة. في البداية أتكلم حضراتكم عن تاريخ اللغة البطية، هي إحدى مراحل أو تطورات اللغة المصرية القديمة. فاللغة المصرية القديمة بدأت باللغة الهيروغليفية، اللي كانت لغة خاصة بالملوك تستخدم في النقش على جدران المعابد الخاصة بالملوك. ثم جاءت المرحلة التالية وهي اللغة الهيراقيقية اللي كانت خاصة بالكهنة. ثم جت بعد كده اللغة الديموتيقية وهي اللغة الشعبية اللي تكلم بها الشعب كله. وفي المرحلة الرابعة جاءت اللغة القبطية. اللغة القبطية دي ظهرت كحاجة ملحة للترجمة في ذلك الوقت. اللغة المصرية القديمة بتاخد حروف وبتاخد مساحات أكبر في الكتابة، فكنا محتاجين للغة يكون مساحتها أقل نقدر نتواصل بها مع اللغات الباقية. اللغة القبطية دي عبارة عن حروف اللغة اليونانية زائد الحروف السبعة الأخيرة من الخط القبطي القديم للخط الديموتيقي، فهي عبارة عن حروف اللغة اليونانية زائد السبع حروف الأخيرة من الخط الديموتيقي. ودي حروف ليس لها مثيل في أصواتها في اللغة اليونانية، لذلك خدناها من الخط الديموتيقي وأضفناها إلى اللغة اليونانية وشكلنا منهم مع بعض اللغة القبطية. هي نفس اللغة بس في حروف تغيرت، هي سبع حروف تغيرت صوت، يعني دي مثلا من ألفا بيضة ما بيقولها بيضة، يعني زي مثلا تت احنا بنقولها ت وفي الحديث بنقول اس، لكن كلها يعني خلافات قريبة جدا، يعني سبع أحرف تغيرت أصواتها بس تغيير كده بسيط. اللغة القبطية ظلت هي اللغة الرسمية للتحدث في مصر حتى دخول الفتح العرب إلى مصر. في القرن الثامن كان هناك قرار بتعريب الدواوين، فبدأ يتصارع الأقباط لتعلم اللغة العربية للحفاظ على وظائفهم في الدواوين الناطقة باللغة العربية في ذلك الوقت، وبدوا ينصر رويدا رويدا. أيضا كان هناك عدد كبير من الأقباط تحول إلى الديانة الإسلامية، فبالتالي كان أكثر حرصا على تعلم اللغة العربية اللي هي لغة الدين الجديد اللي نزل بها القرآن، وبالتالي ده أسهم بدوره في أن اللغة القبطية تندثر أكثر شوية. بالإضافة لكن أحد حكام العرب اللي هو الحاكم بأمر الله أمر بمنع التحدث بهذه اللغة تماما تقريبا في القرن الثاني عشر على ما أعتقد، يعني على ما أذكر. فبالتالي اللغة تضاءلت وبدت تضمحل شيئا فشيئا لغاية لما جاء القرن السابع عشر أو الثامن عشر كانت اللغة تقريبا شبه ما فيش. منتشر وما زال في ازدياد في الانتشار، لكن من برا المكان بتاعنا انا ما اعرفش، كان بنصلي قبط قديم هنا واغلب اللغه بتاعتنا فيها لفظ قديم، يعني اللغه بالعربي حتى فيها لفظ قديم زي كلمه فال فلافل فول وفلافل، زي كلمه سلطه، زي كلمه كان وناني عفل يعني الكلام ده، في كلام كتير بنتكلم باللغه هي اللفظ القديم، اما الصلاه بتاعتنا كامله باللفظ القديم. طب ازاي قدرتوا تحافظوا على اللغه القبطيه القديمه؟ احنا استلمنا ودرسنا نجيل بعدين.
يعني كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده. زي ما قلت لك يا مثلا النبي سلمني انا سلمت الاصغر، فكل واحد بيسلم بيسلم اللي بعده. واحد مش كتير مجانا اخذكم مجانا انا سلمت الواجب علينا نسلم. والالحان نفس النظام، يعني ابونا هنا في الكنيسه بيحفظ اللي قدام بيحفظ، تحس الدنيا ايه كله عايز كله بياخد، مفيش بيت في البلد مفيش حد ما بيعرفش بيت اللفظ القديم. هيكون افضل لو اللغه القبطيه القديمه تدرس في جميع الكنائس بالنسبه لي اكيد طبعا، لكن بالنسبه لبرا اكيد لا. في كل ربوع مصر ما خلى هذه القريه تكاد تكون هي القريه الوحيده في العالم اللي محتفظه باللغه القبطيه بلفظها من الصوت بتاعها القديم اللي هو اللفظ البحيري القديم. ما خلى ربوع مصر والعالم تتحدث اللغه القبطيه بلفظها البحيري الحديث وليس القديم. ايضا هذه القريه لا تتحدث لغه اللفظ القديم فقط، انما الهزات الموسيقيه الالحان ايضا تنغمها بنغمات مختلفه تماما عن النغمات او الموسيقى اللي موجوده في ربوع مصر والعالم كله. اذا احنا نختلف لفظا ونختلف موسيقى، موسيقى الالحان بتاعتنا نختلف في الاثنين مع بعض. شارع بي 40 داي فيوت سلام لهيكل الله الاحد شارع بنيوت ابو بقوم فادي كويلونيا، يعني سلام الامر بقوم اب الشركه. طبعا المفروض كل حاجه تبقى قبطي قبطي بس، لكن لاجل انه مش نفس الجيل الجديد ما بيعرفش تبقى معربه شويه. دي الحروف اللي انا بقول لك بنقراها في الشهاده الثانيه وبنكتبها في الشهاده الثالثه. تمام، البكالوريوس دي بتبقى الحان الكنيسه برضه بالقبطي بس. وادي يعني احنا ما ارهب هذا المكان، هذا اللي بيت الله هذا اللي السماء الجاك بي ما هو با انداء الله دي مويت مودي با هو طان. يتم تدريس اللغه القبطيه على اجزاء، كل جزء منها في شهاده خاصة لي. فالجزء الأول اسمه كامي بمعنى مصر. فكامي شهادة مكونة من 40 درس بالإضافة لبعض الصلوات والترانيم والحاجات اللي بنسميها مستوى رفيع. بعد أن يتم الانتهاء من هذه الشهادة تيجي شهادة تانية اسمها صاجي بمعنى تكلم. بعد الشهادة دي أيضا لها أجزاءها، يعني بعد الشهادة تيجي شهادة تالتة اسمها بنودي سبحوا الله. بعد كده تيجي الشهاده اسمها البكالوريوس. وبعد كده فيه دراسات العليا وكده في اللغه القبطيه. اللي وضع هذا التقسيم معهد اللغه القبطيه قسم لفظ القبط القديم في الدور الثالث في القاهره في الكاتدرائيه كاتدرائيه في العباسيه. هو المعهد اللي وضع هذا التقسيم، وهو المعهد المسؤول عن اعداد الخدام اللي بيقوموا بالتدريس هنا حاليا. التدريس للجميع، شباب وشابات وأطفال وكبار وكل الأعمار ولكل الراغبين. وعلى فكرة المعهد ده بيلتحق به أيضا بعض إخواتنا المسلمين اللي هم راغبين في الدراسة، ومنهم أيضا أذكر أساتذة مدرسين بكليات الآثار. فقيد غمى ضل أي سوء زاد هذا سوء كبر نيني إكسي أو بيرو سيما لو هافي كيف سي أو شاي فاي خاي قولي جنجة شمالي. دي حروف اللغة القبطية اللفظ القديم في ما يقبلها في اللفظ الحديث بس بنفس الصوت زي ما قال أستاذ نبيل، يعني صوت وحروف مختلفة. فدي الحروف اللي احنا بندرسها اللفظ القديم. خان بران إيل فيوت خان بران إيل فيوت نام بشيري نام بشيري نام بالموما نام بالموما هات واب هات واب ونودي إن هوت نودي إن هوت أمين أمين. لما أقول وجاي الغوري وجاي الخارج بشوري لما أقول وجاي الغوري